تصير ما بين الجمعيات كبيرة من الكبائر. أن الفلوس مش فلوسك ولا فلوس جمعيتك ولا فلوس جماعتك ولا فلوس كنيستك ولا فلوس جمع. فلوس فقير. وعدم التنسيق معناه إهدار للمال وإهدار للقدرات وإهدار للإمكانيات وتشتيت المجتمع. دي قاعدة قبل ما نبدأ في الكلام. الذي لا يؤمن بالتنسيق يرتكب جريمة في حق الفقير واليتيم والأرملة والمسكين. نحن الآن في عصر التكتلات وبناء المظلات مع اختلاف الاتجاهات، مش فقط بين أنفسنا، لا، مع كل الاتجاهات. لأن احنا بنبني وطن، ما بنبنيش حارة، ما بنبنيش زنقة زروبي. لا، احنا بنبني مجتمع. فحينما نبني مجتمع لابد ان نتعامل مع اطياف المجتمع المختلفة. دي تعتبر من الكبائر في العمل المجتمعي او العمل الخيري او العمل الانساني، سموها ما تسموها. اللي مش عايز يتفق معايا مش مشكلة. انا مش هجبر حد انه يتفق معايا، لكن ده اللي انا بؤمن به. كبيرة كالقتل وشرب الخمر والزنا واشد كمان، والسرقة والربا واشد كمان. والذي يقصي فصيل من فصائل المجتمع عن ان يشترك في خدمته ويرتكب كبيرة اخرى. دي المقدمة. فاصبح التنسيق دلوقتي فرض عين. زي ما بنصلي بنقول الله اكبر تكبيرة الاحرام. خلاص يا رجالة اتفقنا يا اخوات؟ ابتسمنا. اتكلم انا في ايه؟ في المحظورات. دي نمرة واحد. لن تستطيعوا ان تعيشوا بدون بناء تكتلات مجتمعية متشابكة مختلفة في العرقيات وفي الفكر وفي الدين وفي الطائفية. اجتمع مع بعض انها بتبني نسيج مجتمعي. نبني نسيج مجتمعي الوطن واحد. دي نمرة واحد. خش على نمرة اثنين. من نحن؟ نحن حرفيين، يعني نحترف، وليس هوائيين او متطوعين مش عارفين الف ايه من الياء في العمل. ما تجيبليش حد صاحبي كده احطه عشان قريبي ولا عشان اختي ولا عشان خالتي. ما ينفعش. يعتبر من الكبائر الصغرى. استاجره يا ابتي ان خير ما استاجرت القوي الامين. ربنا حط القوه قبل الامانه. قوي ما يبقاش من جماعتي او من شلتي او من ديني، لكن هو اللي ياخد المجتمع. هكذا بنيت المؤسسات. ونحن حرفيين نمتهن حرفه ونكون احسن من يمتهن الحرفه. نحن مهنيين متخصصين. في دكتور يبقى دكتور عام، لكن في دكتور انف واذن وحنجره. في دكتور بيشتغل على الحيه على السبتم اللي هو اسمه ايه، الحاجز الانفي. في دكتور يشتغل على الاذن الوسطى. بس مش حرفه، ده في تخصص. في التخصص في التخصص. شغل الدروشه ما ينفعش في العمل الاغاثي، ما ينفعش في العمل المجتمعي. نروح نبيع لب بره، ونبيع ترمس، ونبيع بطيخ، لكن مش هنبني مجتمع. مش هنبني مجتمع. يبقى نحن عندنا مهنه وحرفه ولينا رساله. العمل الخيري رساله، تخدم الجميع وليس مسيسه. سياسه العمل الخيري الا يكون مسيس. الذي يرتكب الذي يسيس العمل الخيري ويرتكب كبيره اخرى، مش كريمه. انا بتكلم ليه مع الكبائر؟ لأن الصغائر دي بنخش تمام نتوضى ونخرج. واحد طلع كيك 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 فتخلص دي. لكن الكبيرة اللي هي عايزة إيه؟ عايزة مش عارف إيه؟ أنتوا عارفين في الدين أحسن مني، مش كده يا أميمة؟ إحنا لينا رسالة. لينا إيه؟ رسالة.
have a message to bond the different member of the community. رسالة نجمع بها شتات المجتمع. ولنا مهمة لابد ننجزها قبل ما نموت. أو لما أنجزناهاش ينجزها أبنائنا وأحفادنا متساويين ومتكافئين مع بعض. مش منفصلين أو متناحرين أو متقاتلين أو إلى آخره. يبقى دي النقطة الثانية. يبقى بعد ما خلصنا من الكبائر قلنا من نحن. خلاص؟ لماذا نعمل؟ إحنا بنعمل ليه؟ عشان أكون أنا خدام لكي نخدم. يبقى الفقير هو مين؟ هو صاحب المال. وأنا أجير لدى الفقير. يدفع لي مرتبي اليتيم والأرملة والمسكين والشريد واللاجئ والنازح والمريض. يبقى أتعفف في إنفاق المال لما أضع نفسي في الظروف اللي عايشين فيها الفقراء اللي في صيدا أو اللاجئين السوريين اللي جم عايشين في لبنان دلوقتي. اللي هم مين؟ أصحاب المال. ونحن أجراء لدى الفقراء. قواعد. وكل واحد يمشي على هواه وأنا ماشي على هواه. بس أنا بقول قواعدي أنا. أنا عندي قواعد بتاعتي اللي أنا مؤمن بيها. يبقى بنتكلم على إيه؟ لماذا نعمل؟ عشان نكون خدامين. والذي يمنحه المجتمع حق الخدمة هو سيد القوم. إذا رضي بك المجتمع ورضي بك الفقير ورضي بك اليتيم يبقى لماذا نعمل؟ الخدمة المتجردة دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة كيف نعمل؟ لابد أن يكون لنا سياسات وأطر واضحة. مش كل يوم يجي رئيس مجلس إدارة شف الحلم حاجة نعملها بكرة. ما ينفعش. ده شغل الفنكوش. عارفين الفنكوش؟ فيلم فنكوش. مين شاف الفنكوش في مصر؟ الأخ عادل إمام والأخت ميربت أمين والأخ مش عارف مين ومين ومين. كلهم إخوة. أخ يسرى ما كانش هناك. ميربت أمين. ميربت أمين. يوسف فيلم ثاني. فيلم الارهاب والكباب. بلد هنفنكشنا يطلع المدير ثاني يوم يفنكشكو. طب قررنا ازاي؟ عندنا مجلس اداره ما اجتمعش لكن الرئيس طلعت في مخه. فلاننا عندنا ثقافه معينه نسمع كلام الرئيس ومودينا في سقف داهيه. خليني اخش في الحيطه. يبقى كيف نعمل بالأطر والسياسات التي وضعناها لكي نحدد مسار الجمعية؟ ليس بالهوائيات أو المشايخ اللي بيجوا في كثير من الأحوال لأنهم لا يفهموا العمل المجتمعي فيفسدوا العمل المجتمعي ويزينوا آرائهم ببعض الآيات والأحاديث. وده مرفوض. أنت متخصص في تخصصات الشريعة وتخصصات الفقه وتخصصات الحديث وتخصصات الأديان المقارنة إلى آخره. أنا مش متخصص فيها. فأنا فقيه وأنت فقيه. أنت فقيه شرعي وأنا فقيه مجتمعي. وكلاهنا فقيه في مهنتي وفي حرفتي تخصصات. خلاص يا إخواننا؟ يبقى كيف نعمل؟ نكون بالأطر. الله أكبر. جاء الحق وجاء الباطل. أنت الحق وأنا الباطل. كنت بتكلم على الكبائر. حبيبك مالك كده مش عارف؟ خافوا مني؟ ها انا صوتي مش جايب بره. انا جايب في الشارع كمان. ها بعدين عايزين تروحوا بيروت بعد كده. كيف نعمل؟ باستراتيجيه، بمنهجيه، بميزانيه، بقوانين نراجع العمل. مش نعمل مشروع ونكب بعد كده. لا، الفلوس فلوس الفقير التي ائتمننا عليها الغني والتي سيحاسبنا عليها الله سبحانه وتعالى. دي كيف. كيف مش كده برضك يا كيف؟ نمرة خمسة، مع من نعمل؟ أنا أعمل مع الجميع. مفيش تحزب ولا تقوقع ولا تشرد.
لابد أن نمد أيدينا للآخرين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبر قبل الحظ، صبر قبل الحظ. وما يلقاها ليتجنبها إلا مين؟ ذو حظ عظيم. بس الدفع بالذوق يا حبيبي يا قلبي يا روحي. لما سيدنا موسى دخل عند فرعون ربنا قال له ايه؟ قول له قولا لينا، مش كده برضك؟ كلموه كده اخ فرعون، حاج فرعون، فرعون يا سي فرعون، يا جميل يا حلو يا كذا يا كذا، حلوه كده. واللبنانيه حلوين في الكلام الحلو، هم حلوين طبعا بس كلامهم احلى. انت حلوه يا ست، انت حلوه وخلاص بقى، انت عارفه تبقى حلوه. انا محليكي في عيني، انا محليكي في عيني. انت مالك انت؟ اصل ده سلك. ها؟ فهنعمل مع الجميع ونمد الجسور. قاعده العمل المجتمعي اللي هو بناء الجسور اصبح فرد من فرائض العمل المجتمعي. ابن الجسر ما يستحب منه دلوقتي انه يعالج قضيه قريه او حاره او اسمها ايه، زي زقوق ولا زروبه. حتى الزروبه مش عايز، مش عامل لوحدك، لازم حد يجي يساعدك فيه. زنقه. خلاص، يبقى كيف نعمل؟ قلنا مع من نعمل، او مع من نعمل. الاخيره بقى اللي هي نمره 6، فين نعمل؟ قد نستطيع نحدد مكاننا الجغرافي. انا هشتغل على ما هي مستوى قريه او حاره او شارع حسب امكانياتي. هشتغل على مقر يعني محافظه على حسب امكانياتي. هشتغل على مقر مدينه على حسب امكانياتي. ما جيش انا بقوم او كده انا جمعيه ب 3 مليم او ب 3 دراهم واقول انا بشتغل في كل لبنان، ابقى كذاب. كذاب هو 60 كذاب ومدلس ومنافق عشان عايز الشنات. انا اقول انا استطيع. اديكم مثلا في يوم من الايام وانا في الاغاثه الاسلاميه خدنا منحه من وزاره الاوقاف في قطر مليون دولار 15 سنه، يعني كان الدولار ساعتها قيمه الاراضي والحاجات دي يعني تختلف عن دلوقتي، يعني دلوقتي ممكن يساوي 2 3 مليون دولار علشان نبني نعمل مدرسه في البانيا. قعدنا سنه ما عرفناش نعمل مدرسه، لما قدرناش اشتري ملكيه الارض تسجل باسمنا. واخدت الشيك انا ورحت للوزير وقلت له اتفضل. قال لي ايه ده؟ قلت له ده فلوسك. قال لي ليه؟ ده اول مره واحد يجي لي برجع شيك بمليون دولار من ايه؟ من 15 سنه. يعني انت مجنون يعني؟ ما الناس بيضحكوا علينا. كتير جدا من الشباب اللي هم بسم الله ما شاء الله وكذا كده بيضحكوا علينا وكذا. وتروح القضيه بعد كده. فلابد الا نكذب. عندي قدره على عمل مع السوريين اشتغل. لكن ما اكذبش وما ادلسش. والعمليه مش فوتوشوب. من صوره 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 الامريكانيه، لا دي حياه ناس. بالنسبه للعمل مع اللبنانيين ده اصبح جزء منك تطالبيه ان يكون جزء من المنحه اللي جايه من مؤسسات دوليه فيها على الاقل 10 ل 20% المجتمع اللي يخدمها لازم. وده احنا واجهناه في السودان وفي الصومال وفي الحاجات دي كلها. في لاجئ هنا لكن في مقيم هنا. فلابد الاثنين ايه نديهم جزء من الايه العام. حتى لو ليه؟ لان انت يعني المفروض واحد يستحي من المضيف، يستحي من المضيف. انا كل حاجه ماشيه عليا بس انا ما فيش حاجه بتنقط في ارضي. ها لابد على الاقل نحط 10 ل 20% للشعب المضيف عشان ما يحصلش في بينهم بعض اللي بنسميه صراعات او عدم قبول الى اخره. وانا سعيد جدا ان انا بينكم الحمد لله وبارك لكم بالمشغل بتاع الاخوات النهارده. وطبعا الامر الاخير هتكلم فيه هو دور الشباب ودور المراه في الجمعيات. دي اخر حاجه هختم بيها. وعدم وجود شباب ونساء في مجالس ادارتنا يعتبر جزء من التخلف الفهمي للعمل المجتمعي. انا مش هقول تخلف فكري، هقول تخلف فهمي. ان انا مش فاهم معناه ايه عمل مجتمع، مش فاهم معناه ايه دور المراه ده ليها احاسيس ومشاعر ورؤى مختلفه عن الرجل. مش فاهم معناه يعني قوه الشباب اللي هم بيقعدوا معايا وارائهم مختلفه
واحنا مجتمعنا فيه يمكن 60-70% شباب. فلو انا مش هأهل الشباب وانا عايش هيطلعوا قاده متخلفين لان ما حدش رباهم. فوظيفتي دلوقتي قبل ان اخرج من الجمعيه يكون معايا في مجلس اداره الجمعيه، مش بس اجيبهم زينه كده عشان اجمع لهم تبرعات، في مجلس اداره الجمعيه على الاقل 30-40% من النساء والشباب. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.